وفي احمد صلاح وفي احمد قطب، الاثنين المعدين ما شاء الله خبره كبيره جدا 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 في المستوى. طيب انا عايز بس انوه قدام، يمكن قدام على الشاشه الكابتن محمود الخطيب في اتجاه خلاص يعني حاليا هو بيستعد لاستقبال بعثه فريق طائرة الأهلي، ده حاليا في مطار القاهرة الدولي. وزي ما كنا شايفين على الشاشة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، معالي الوزير الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وعدد بالتأكيد من الأسر بقى. ويعني إن شاء الله بإذن الله يكون استقبال طيب. وشايفين حتى هو اللعيبة، يمكن محمد عادل دولة أهو كمان، يمكن البعثة وصلت الحمد لله، وصلت بسلامة الله إلى مصر بعد يعني الفوز وتحقيق الانجاز الطيب والفوز بالبطوله الافريقيه للكره الطايره رجال. قدامنا هو يمكن لقطات من مطار القاهره الدولي وعلى الهواء مباشره لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، الكابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي، دكتور محمد شوقي، معالي الوزير النائب الرئيس الاستاذ العمري فاروق. انجاز جديد بيضاف الى سلسله انجازات النادي الاهلي في العاب الصالات. قدامنا كمان الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ونتمنى له يا رب كل التوفيق في الفتره القادمه لمواكبه الاحداث الرياضيه والمنافسه بشكل قوي على كل الاحداث الرياضيه في الفتره القادمه. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. يمكن انا شفت محمد عادل دوله كده، اعتقد البعثه وصلت، بس يعني تباعا هنشوف باقي اللقطات من وصول البعثه في صاله الوصول من مطار القاهره الدولي. وكمان شايفين فيه اهتمام اعلامي، في عدد من الزملاء الصحفيين والمصورين في المطار بيستقبلوا البعثه. تعليقكم على هذه اللقطات؟ انا اسف انا كنت بنتكلم على لعيبه بس انت شايف الحدث بيفرض نفسه. في كلام ايه اللي يتقال بعد كده؟ رئيس النادي الاهلي والسيد الكابتن محمود الخطيب والنائب العمري فاروق، الاستاذ العمري فاروق، وامين الصندوق المهندس خالد مرتجي، دكتور محمد شوقي، واكيد في طبعا باقي الاعضاء، وشايفين اهوت كابتن خالد العوضي برضه مدير النشاط الرياضي. خد بالك في ايه تاني؟ لا انا يعني من اكبر كيان، اكبر ناس في قلب النادي بيروح زي ما هم صندوق ما قبل البطوله، هم اللي رايحين بفرحانين ويستقبلوا لكم من داخل المطار. لا لا لا، حاجه صراحه يعني ده تكريم مميز في حد ذاته، يعني ما تلاقوش الا في النادي الاهلي. بالظبط، ما تلاقيش التكريم ده ولا تلاقيش الحاجات دي اللي بتتعمل دي الا في النادي الاهلي. وزي ما احنا قلنا قبل كده، يعني انا خدت قبل كده كلمه من اغنيه جت في قلب البتاع، الاهلي كيان ومكان، هو ده بقى الاغنيه بتاعت اللي بتطلع في التتر. الاهلي كيان ومكان، والاهلي عود جماهيره على النصر اهو بالظبط، عودناهم دايما على النصر طبعا. الحمد لله طبعا، الحمد لله. يعني تواجد الكابتن خطيب قبل البطوله وتواجد بعد البطوله، ده بين قوسين كده يعني حاجه جميله جدا، وتكريم وثقه من البدايه ان الفرقه رايحه تنافس. لا ده انا كمان عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، يمكن الناس بنشغلها بالاحداث الفتره الاخيره. المهندس خالد مرتجي كان موجود مع البعثه في تونس بالظبط، وكان في اجتماع مجلس اداره، رجع على طول حضر اجتماع مجلس الاداره، وفورا سافر الاستاذ محمد الضماطي حضر المباراه النهائيه والنهائي. يعني كان مجلس الاداره مش سايب الفريق في اي لحظه، موجود معاهم حتى رغم ان في اجتماعات وفي امور يعني بنواجهها في الفتره الحاليه، لكن لازم المجلس يكون في يعني وموجود في اول الصف مع الفريق. مسؤوليه يعني